هتغرق السودان تماما، هتجي لنا نسبة وهتغرق أراضي مصر. ده لو الهدد حصل أو الانهيار حصل من سد النهضة. لو حصل من سد السراج، لا ده المية هتروح يا هتخش على مية النيل وتجيلنا تعمل نفس الكارثة بتاعت المية، يا إما هتعمل مجرى نفس تاني للأرض بقى، منخفضات هناك ممكن تمشي في مجرى تاني وممكن تعمل مجرى تاني وتروح لدول تاني. مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كله. من قناة الصوت الصارخ أقدم لكم هذه الحلقة. لما بقول لكم قطعة الشطرنج، ومين اللي بيلعب بالشطرنج؟ ومين اللي بيلعب في صف الأسود عشان يضرب الأبيض، أو بيلعب مع الأبيض عشان يضرب الأسود؟ كل الرؤوس دي بما فيهم الملك والوزير في يد بتحركهم. اليد دي هي النظام العالمي. النظام العالمي ايه؟ اللي عايزه بيعمله، الحركة اللي عايزها بيعمل ده او ده. على فكرة النظام العالمي بيلعب بالابيض وبالاسود، يعني بيحرك الحصان من هنا في الابيض وبيحرك كذا من هنا في الاسود، عشان في الاخر واحد من الاتنين يسقط، يا الاسود يا الابيض يسقط. يبقى هو مش بيلعب، النظام الدولي لما بيلعب بيلعب دولتين قصاد بعض على رقعة الشطرنج، هو بيحرك الاثنين من اجل اسقاط احدهم. مين اللي عليه الدور ما نعرفش، بس الايد اللي بتحرك من فوق ايد النظام العالمي، وبتحرك التحركات بغرض ايقاع اللي عليه الدور. عارفين ايه اللي عليه الدور؟ الدور الدور اللي عليه الدور بتاع رايا وسكينه، هو ده اللي بيحصل. عشان كده سميتها رقعة الشطرنج. اوعى تفتكر اي تحرك من هنا او هنا بيتم بدون اذن النظام العالمي، سواء من اثيوبيا، سواء من مصر، سواء من الامارات او من غيره، هي اللي بتحرك كل الرؤوس دي عشان على رقعه الشطرنج. طيب نشوف ايه بقى حصل، ايه الكوارث اللي احنا معرضين ليها. سد النهضه مش هو الكارثه، في كارثه اكبر من سد النهضه. بمعنى سد النهضه لما هيكتمل هيوصل ل 50 جيجا في الحدود دي يعني. لكن سد النهضة اللي اتبنى ده سد مسلح قوي، ممكن ما ينهارش على فكرة، وممكن معمول حسابات جامدة انه ما ينهارش، بس لو عايزينه ينهار هينهار، في طرق تخليه ينهار. بس الكارثة مش سد النهضة بس، سد النهضة لما اتبنى طبعا هو بياخد مكان كبير، بيتبني مبني كده دايركت حتة واحدة ومبني كده، وبعدين بيلم مية وراه. على بعد 85 متر من سد النهضة في سد تاني اسمه سد السراج. سد السراج ده هو المشكلة الكبيرة. ليه؟ سد السراج ده هو يعني ارتفاعه 50 متر، مبني بطول 55 كيلو، بطول 55 كيلو. السد ده مبني بطريقة خطأ جدا، يعني مبني على شكل قوس. القوس بطنه علينا على ناحية السودان ومصر، بطنه علينا، فالمية كلها جوه البطن دي، بطن زي بطن الزير كده، لما اقول لك بطن الزير، فالمية جاية كده القوس تجاه مصر. يبقى سد السراج مع مية مع سد النهضة جمعين كل المية، فلو بقت 71 مليار ولا 74 مليار هيبقوا محاملين على الاثنين، على سد النهضة وسد السراج. انا قلت سد النهضة سد مسلح، مبني مسلح. سد السراج ده ركامي، يعني الاول حاجات متكوكة تحت
وبعدين اللي فوق مسلح، لكن الاصول بتاعته تحت ركاميه، الضغط عليه لو زاد ممكن هذا السد ينهار لو حصلت تحركات ارضيه، لو حصلت زلازل ممكن ينهار، او لو اتضرب ممكن ينهار. طب لو اتضرب سد السراج، سد السراج لو اتضرب هيجيب المايه كلها بتاعت سد النهضه وبتاعت سد السراج نفسه، حتى الاربع 74 كلهم اللي هم شغالين مع بعض، حتى سد السراج بيطلع كذا جيجا كهرباء. المشكله في كذا حاجه، المشكله ان لو حصل انهيار لسد النهضه هياخد معاه السدود بتاعت السودان، سد سدر وغيره وغيره وغيره، في كذا سد في السودان، السدود دي فيها ميه، فلو انهارت ينزل ل 74 وياخد مع ده 10 مع ده، مع هتوصل لك لغايه مصر حوالي 250 مليار. هتدخل هتقول هفتح مثلا السد وهفتح قناه تشكى، وهتاخد هتزيد الميه بحيث انها ممكن تعدي، ممكن تهد السد كمان وتنزل على النيل وعلى ضفتي النيل وتاخد البلاد كلها اللي على النيل. لا قدر الله، لا نتمنى هذا. طيب لو سد السراج اهو، انا هجيب لكم الصوره اهي، شايفين ده سد السراج قوس ناحيه مصر، مصر هنا، السودان ومصر هنا، وهو على شكل قوس. لو وادي سد النهضه فوقيه، بقى سد النهضه وبعدين بحيره السد، بحيره سد النهضه وبحيره سد السراج الاثنين مع بعض، لو من هنا ده هتمشي على مجرى النيل الازرق على طول، مجرى نهر النيل. طب لو من هنا، بقى في كذا خطر، لو طلعت كده هتلتحم بمجرى النيل، لو طلعت كده اهو هتلتحم بمجرى النيل اللي جاي لنا، يبقى الميه كلها هتيجي على النيل. لكن لو في طبعا منخفضات هنا، لو اخذت اتجاه تاني لتحت كده، لا هتاخد اتجاه غير مجرى النيل، فمش هتجيلنا حاجه اساسا من ميه النيل، وهتروح الميه في حته تانيه هتبقى كارثه اكبر. يبقى لو اتهد سد النهضه هتغرق السودان تماما، هتجيلنا نسبه وهتغرق اراضي مصر. ده لو الهدد حصل او الانهيار حصل من سد النهضه. لو حصل من سد السراج، لا ده الميه هتروح يا هتخش على ميه النيل وتجيلنا وتعمل نفس الكارثه بتاعت الميه، يا اما هتعمل مجرى نفس تاني للارض، بقى منخفضات هناك ممكن تمشي في مجرى تاني، وممكن تعمل مجرى تاني وتروح لدول تاني، واذا ما جالناش منها حاجه. سد السرج هذا السد تم انشاؤه على ارتفاع لا يزيد عن 600 متر، يعني هو مبني على ارتفاع 600 متر ويبلغ ارتفاعه 55 متر، يعني سد السرج ده ارتفاعه 50 متر، طوله 5.2 كيلو متر، ويقع غرب موقع السد الرئيسي بحوالي 98 متر. سيكون له مساهمة محورية في توليد الطاقة المخطط لها. الطاقة اللي بيولدها هذا السد هو سد السرج 15 جيجا و760 جيجا وات، 15760 جيجا وات، يعني 15 جيجا و760، 15 جيجا و760، لان الكل سد السرج وسد النهضه بيولدوا من 50 ل 55. يعتبر ذلك السد هو الخطوه الاخطر والاهم في سد النهضه، فبدونه لن يتمكن سد اثيوبيا من ملء 74 مليار، يعني ما كانش موجود سد السرج ده، ما كانتش اثيوبيا تقدر تخزن 74 مليار. خطوره السد، سد ركامي في حاله انهياره هيبقى احتمالين، يا الميه بتاعته هتروح للنيل وتكمل وبرده تهد في طريقها، يا اما هتاخد مجرى تاني ويبقى ولا نقطه ميه جايه لمصر، جايه لمصر.